أستأذن حضراتكم بقراءة الفاتحة إلى روح الراحل الكريم وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام وإلى أولياء الله الصالحين لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. بسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم الحاج عيد أبو العينين شقيق الحاج تسوقي أبو العينين والد كل من أستاذ أيمن عيد أستاذ محمد عيد أستاذ مصطفى عيد أستاذ محمود عيد ونعم الحاج صبحي أبو العينين. بسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وباسم أنسابهم وأصهارهم وأقاربهم وباسم أبناء الأمامة جميعا يتقدمون بأسم آيات الشكر والعرفان إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان وإلى السادة العمد ومشايخ البلاد والقرى المجاورة الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من داخل المؤسسة العالمية لكبرى الشركات ومخازن الفراشة الأهلية صاحبها الحاج عبد الله أبو غنيمة لقطة الصادقات وأضخم محطات الديزل الكبرى العالمي ياسر فرج والمهندس بدر فرج هندسة الإذاعية مهندس محمد جمعة خدمات البث الهوائي والإنترنت المخرج الكبير مخرج الروائع القرآنية مهندس ناصر صلاح وأولاده خدمات الفندقية الممتازة مجموعة بوفيهات الصفا الرئيس محمد أبو المجد والسيد وجيه بالزمرونية. رحب القراء الأعلام فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي وفضيلة القارئ العلم الشيخ محمود أحمد عزام. كما أدعو المولى العلي القدير أن يتغمد الوالد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلحقنا به على الإيمان الكامل غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا من عباد ضعفاء إلى رب قوي حمدا من عباد فقراء إلى رب غني حمدا من عباد أذلاء إلى رب معز. فإن كان هذا شأن الضعفاء فقراء أذلاء أمام جبروت ذاك الإله القوي الغني المعز يتنزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه أو مستغفر فأغفر له هل من صاحب حاجة فأقضيها له وهل قضيت جميع حوائجنا وهل أصبحنا لا نحتاج إلى الله في شيء. كلا فجميع الخلق فقراء أذلاء إلى رب العزة جل وعلا جل الذي بعث الرسول محمدا ليرد عنا في الميعاد جحيما وإنا لنرجو منه جنات ونعيما أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم.
أدعو ذلكم العالم القرآني والقطب الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وأحد أعلام دولة التلاوة في فن وتجويد القرآن الكريم ونائب نقيب قراء جمهورية مصر العربية وعضو اللجنة العليا للقرآن الكريم ومدير ومؤسس معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين فضيلة القارئ العلم الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. أدعو ذو الاسم العريق كي يرتقي منصة التلاوة وأسأل الله تبارك وتعالى لفضيلته التوفيق والسداد لي ولحضراتكم حسن الاستماع. ليتفضل فضيلته مشكورا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من
قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض من ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا.
وكان ذلك على الله يسيرا. نصيب مما
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تخافون نشوزهن
ورزقهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما Yeah.
كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. استمعنا واستمتعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والقبل الإذاعي الكبير قارئ اتحاد إذاعة والتلفزيون العربي وأحد أعلام دولة التلاوة في فن وتجويد القرآن الكريم، نائب نقيب قراء جمهورية مصر العربية وعضو اللجنة العليا للقرآن الكريم وعضو اللجنة العليا للمجلس الأعلى للقرآن الكريم ومؤسس ومدير معهد الطاروتي لإعداد القراء والمتجاهلين فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي. نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا المحلية الدولية ومنتقر الإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة صاحبها المهندس محمد جمعة مقيم بالنخاز زقازيق شرقية، ومن داخل كبرى الشركات ومخازن الفراشة الأهلية لصاحبها الحاج عبد الله أبو غنيمة وأولاده دارة المعلم محمد عبد الله أبو غنيمة بأبو نجاح شرقية، ومن داخل لؤلؤة الصرادقات وأضخم محطات الديزل الكبرى دارة إنارة الدولي مهندس ياسر فرج والمهندس بدر فرج المقيمين بالزمرونية. الخدمات الفندقية الممتازة مجموعة بوفيهات الصفا الرئيس محمد ابو المجد والسيد وجيه الشال مقيمين بالزمرونية. تقدم باسم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة اسرة الراحل الكريم الحاج عيد ابو العينين عميد الواجب في كل مكان وزمان، باسم اسرة الفقيد الراحل في كل من فيهم، وباسم الحاج السوقي ابو العينين الاستاذ ايمن ابو العينين والاستاذ محمد عيد ابو العينين الاستاذ مصطفى عيد ابو العينين الاستاذ محمود عيد ابو العينين باسم الاسرة الكريمة وباسم الحاج صبحي ابو العينين وباسم عموم جميع عائلات ابو العينين جميعا اعلام ورموز الادب والواجب في كل مكان وزمان الذين يتقدمون باسم ايات الشكر والتقدير والعرفان الى السادة اصحاب الفضل والادب والواجب في كل مكان وزمان، والى كل القيادات الامنية والى كل القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والى السادة النواب والى السادة المستشارين والى السادة العمد ومشايخ البلاد والقرى المجاورة
الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيها السادة المعزون الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.